2012. شاهدوا آثار هذا القصف، شاهدوا أين سقط هذا الصاروخ، حتى الأشجار لم تسلم من القصف. مجزرة بحق الحيوانات كما شاهدتم هناك، وهنا أيضا الأشجار لم تسلم من هذا القصف. شاهدوا هذه الشظايا التي خلفتها هذه القذيفة، شاهدوا هذه الشظايا التي تنطلع من هذه القذائف، تدمر كل شيء أمامها. أكثر من 8 ساعات من القصف المتواصل على مدينة الحولة. المستوصفات الميدانية الآن تغص بالجرحى جراء هذه القذائف التي تساقط علينا من الكلية الحربية ومن حاجز مؤسسة المياه الذي يعتبر الحاجز الأشهر في مدينة حمص، بعد ارتكابه 3 مجازر راح ضحيته أكثر من 120 شخص. شاهدوا هذه الشظايا التي تخرج من هذه القذائف. هذا جوال بيت. سبحان الله ونعم الوكيل.